وبحسب التقديرات الأولية فقد ناهزت أعداد الدول التي التحق بها الإرهابيون من لداعش وحدها 100 دولة، وفدوا من مدارس فقهية وعقدية متنوعة. التحق بداعش من 100 دولة إرهابيون لم يكونوا من مدرسة واحدة، لا فقها ولا تأسيسا عقديا. يجمعهم هدف مشترك هو إقامة كيانهم المزعوم. كما بلغت تقديرات نسبة الملتحقين بداعش من أوروبا وحدها حوالي 50%، فيما تؤكد داعش أن مكان تواجدها الحقيقي هو عالمها الافتراضي لا مجرد نطاقها الجغرافي.